فيه. ممكن ابقى ضابط كيف يعني. النجم سامح حسين في التاسعة مع هدير أبو زيد يحكي كواليس رحلته مع الكوميديا في السينما والمسرح والتلفزيون. انت فاجئتني بالموضوع ده. ده انا مخرج واقعي. ويكشف تفاصيل سنوات البحث عن الشهرة وسر تعلق الأطفال بأعماله. يلا قوم بقى نجهز كده بط. وخلطة البهجة التي صنعت فلسفته في التمثيل. برضو ما بتنسيش حاجة. انا ما جبتش حاجة من عندي. التاسعة مع هدير أبو زيد الجمعة على قناة مصر الأولى.